تفسير القرآن الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الستار السيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتابع معكم تدبر آيات القرآن الكريم، حيث توقفنا في اللقاء الماضي عند بداية سورة الشعراء. وطبعا هذه السورة سميت بسورة الشعراء للآية الكريمة: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، في نهاية السورة. لذلك سميت سورة الشعراء. طبعا هي السورة 26 في ترتيب المصحف الشريف، عدد آياتها 227 آية، سورة مكية في قول الجمهور، وهي سورة 46 في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة الواقعة وقبل سورة النمل. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم. طبعا هذه الحروف الأربعة مقطعة، هذه الحروف المقطعة في أوائل السور هي 14، 14 حرف مقطع، تجمعها قول اللي هو نص حكيم له سر قاطع، يعني نون وصاد نص، حا كاف الياء الميم حكيم، لام والهاء له، سين وراء سر، قاف الألف، ط العين. هذه الأحرف المقطعة عدد 14 حرف، نص أحرف الهجاء، إذا تجمع بنص حكيم له سر قاطع. شوف سبحان الله، وتحدثنا في كلما مرت معنا كنا نتحدث عن معاني هذه الأحرف المقطعة، ولا بأس من يعني إشارات تذكير بما قلناه. الزمخشري قال بأن هذه الحروف على أصناف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة ومن المطبقة والمطبقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنخفضة من حروف القلقلة، فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. طبعا قلنا في عندما فسرنا هذه أن هناك فرق بين اسم الحرف ومسمى الحرف. اسم الحرف يعني ألف اسمه، مسمى يعني أنت بتقول قلنا في هذه المسألة معانا كثيرة، أيسر أن القرآن هو كلام الله المعجز منزل من حروف كحروفكم التي تتكلمون بها، وكلمات مثل التي في لغتكم، لكن ما الذي جعله متميزا بالإعجاز عن كلامكم؟ لأنه كلام الله، هذا هو الفرق. أما الحروف فواحدة، ولو تأملنا لوجدنا أن الحروف المقطعة في أوائل السور كما قلنا هي نصف حروف الهجاء، مرة يأتي حرف واحد نون قاف، مرة حرفان ألف، مرة حرفان طاسين ياسين، مرة ثلاثة أحرف ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، مرة أربعة أحرف كافة يا عين صاد، خمسة أحرف. هذا يدلنا على أن القرآن معجز مع أنه بنفس الحروف اللغة العربية. سر الإعجاز في القرآن أن تكون مادته ومادة غيره من الكلام واحدة، حروف وكلمات، لكن شوفوا الفرق. لذلك كثيرا ما يقول الحق تبارك وتعالى بعد الحروف المقطعة: تلك آيات الكتاب المبين. إذن تلك آيات الكتاب المبين، أي أن الكتاب المبين مكون من مثل هذه الحروف، ولله تعالى معان أخرى فيها مرادات له سبحانه، لعل الزمن يكشف لنا عنها. والقرآن كلام الله وصفاته لا تتناهى في الكمال، فإن استطعنا أن نصف الأشياء هذا كذا وهذا كذا، فهذه طاقة البشر والعقل البشري.
أما آيات الله في كتابه المبين فهي الآيات الفاصلة التي لها بدء ولها نهاية وتتكون منها سور القرآن. تلك آيات الكتاب المبين، المبين الكتاب القرآني الواضح المحيط بكل شيء، كما قال سبحانه في آية أخرى ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم يقول سبحانه لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هذه هي تسلية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حمل نفسه في تبليغ الرسالة فوق ما يطيق وفوق ما يطلبه الله منه، حرصا منه عليه الصلاة والسلام على هداية الناس وإرجاعهم إلى منهج الله ليستحقوا الخلافة في الأرض، ولأن من شروط الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. سبحان الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الخير لكل البشر. والحق تبارك وتعالى عندما يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف يقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ومعنى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، باخع يعني تحزن حزنا عميقا يستولي على نفسك حتى تكاد تهلك، وهذا يدل على المشقة التي كان يعانيها الرسول صلى الله عليه وسلم من تكذيب قومه له. وفي موضع آخر يقول سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فهذا أمر نهائي واضح ونهي صريح بعد أن لفت نظره بالإنكار فقال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقد نبه الله تعالى رسوله في عدة مواضع حتى لا يحمل نفسه فوق طاقتها، قال له فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار. فالحق تبارك وتعالى يقول لرسوله يسر على نفسك يا محمد، لا تكلفها تكليفا شاقا مضنيا. والعتاب هنا لصالح سيدنا رسول الله وليس على سيدنا رسول الله. يتابع المولى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني لو بدنا كنا خلينا يكونوا مؤمنين غصر عنهم. هذه آية ليست آية تقنع للعقول، إنما آية ترغمهم تخضع رقابهم وتخضع البنية والقالب. وهذا ليس كلاما نظريا يقال للمكذبين، إنما حقائق وقعت بالفعل في بني إسرائيل. ولنقرأ قوله تعالى وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. فأخذوا ما آتاهم الله بقوة. لماذا؟ بالآية التي أرغمتهم وأخضعت قوالبهم. لكن الحق تبارك وتعالى كما قلنا لا يريد بالإيمان قوالب وإنما يريد قلوب. فلو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فلا يتخلف أحد إذا أراد الله سبحانه وتعالى، كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وعصمهم ولم يجعل للشيطان سبيلا عليهم، ولكن الشيطان له غواية على ابن آدم. لكن الله تعالى قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فقال الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين. إذن لو أراد الله لجعل الناس جميعا مؤمنين وما عز عليه ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون الإيمان باختيار المؤمن. إذن إن نشأ نزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. خص الأعناق لأنها مظهر الخضوع، فأول الخضوع أن تلوي الأعناق، أو الأعناق تطلق عند العرب على وجوه القوم وأعيان القوم. لذلك يقولون في التهديد هذه مسألة تضيع فيها رقاب، والمراد الرقاب الكبيرة ذات شأن. والمعنى فأنت لا تخضع الناس لأنني لو أردت أن أخضعهم لأخضعتهم. لذلك يقول تعالى في آية أخرى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فإذا كان ربك لا يكره الناس على الإيمان أفأنت تكرههم أنت
ولماذا الإكراه في دين الله؟ والله سبحانه وتعالى يوالي تنزيل القرآن عليهم آية بعد آية. نجما من نجومه يصادف فراغا وقلبا صافيا. فهذا ما يأتيهم، يأتيهم آيات، مجموعة آيات. لذلك قال تعالى بعدها: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. محدث يعني جديد على أذهانهم، لأننا لا نلفتهم بآية واحدة بل بآيات الواحدة تلو الأخرى إلا كانوا عنها معرضين. كلما جاءتهم آية كذبوها، وهذا دليل على العداوة واللدد التي لا تفارق قلوبهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت الآيات تصادف قلوبا خالية، وعداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم منعتهم الإيمان بالقرآن الكريم. إذن إلا كانوا عنهم معرضين أي في غباء، وهل هناك أشد غباء من أنهم قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أي كلما جاءهم ذكر من الرحمن وآية من آياته أصروا على تكذيبها، فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، كما جاء في آيات أخرى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوا ولا تعلمن نبأه بعد حين. يعني غدا تعلمون عاقبة هذا التكذيب. فآيات الله تسير أمامكم، كل يوم يزداد المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء على كفرهم وعلى عنادهم وعلى لددهم. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. طيب عم ينزل الله سبحانه وتعالى آيات من القرآن الكريم بس في قلوب خاوية. لما لم يفلح الذكر المحدث الآيات المتتالية الجديدة معهم والمتجددة مع هؤلاء المعاندين ولم يرتدعوا، ردهم الله تعالى إلى الآيات الكونية الظاهرة لهم والتي سبقتهم في الوجود، آيات في السماء الشمس والقمر النجوم، آيات في الأرض البحار القفار الجبال النبات الحيوان، كلها آيات كونية لم يستطع أحد منهم أن يقول بأنه خلقها، بل جاء الإنسان إلى الوجود وطرأ عليها. أولم يروا إلى الأرض، وهي آية ظاهرة أمام أعينهم، يرونها هامدة جرداء مقفرة، فإذا نزل عليها الماء أحياها الله بالنبات. ألم ينظروا إلى الجبال والصحراء بعد نزول المطر وكيف تكتسي ثوبا بديعا من النبات بعد فصل الشتاء؟ ألم يسألوا أنفسهم من نقل هذه البذور وبذرها في الجبال؟ لذلك يقول سبحانه في موضع آخر: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أما قول الحق سبحانه في هذه الآية: كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، كم خبرية تفيد الكثرة، جاءت بصيغة الاستفهام للتقرير، كما تقول لصاحبك: كم أحسنت إليك، بدل أن تعدد مظاهر الإحسان إليه. هنا المولى سبحانه وتعالى قال: كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. زوج يعني الصنف، زوج أيضا يعني الذكر والأنثى. بعض من العامة يظن أن زوج يعني الاثنين، هذا خطأ، الزوج واحد معه مثله، كما في قوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فهذه أربعة أصناف فيها ثمانية أزواج، فالزوج فرد واحد معه مثله. مثلا لا تقول زوج أحذية بل زوجا أحذية، والحق سبحانه وتعالى يقول أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وكذلك النبات، لابد فيه من ذكورة وأنوثة وإن كانت غير واضحة في كل النبات،
كما هي واضحة مثلا في النخل، ففيه ذكر تلقح الأنثى لتثمر، وبعض شجرة الجميز مثلا منها ذكر وأنثى، لكن لم نرى ذكورة وأنوثة في الليمون. مرة توجد الذكورة والأنوثة في الشيء الواحد كعود درة مثلا، قبل أن يخرج ثمرة تخرج سنبلة في أعلى تحمل لقاح الذكورة، وحينما يهزها الريح يقع اللقاح على الكوز الذرة وتتم عملية التلقيح. وقد تكون الذكورة والأنوثة في شيء لا نعرفه كالتفاح، فلم نعلم لها ذكرا وأنثى أو أنثى، لكن الحق تبارك وتعالى قال وأرسلنا الرياح لواقح ومن كل شيء خلقنا زوجين. ثم وصف الله سبحانه وتعالى كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. كريم ماذا يعني كريم هنا؟ قالوا لأننا إذا أخذنا الثمرة الواحدة ونظرنا وتأملنا فيها لوجدنا لها صفات متعددة ونعما كثيرة، كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة واحدة بصيغة المفرد ولم يقل نعم الله. قالوا لأن الحق عز وجل يريد أن يلفتنا إلى أن كل نعمة واحدة لو استقصينا عناصرها وتكوينها لوجدنا في طياتها نعما لا تعد ولا تحصى، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك أي في آية الإنبات، كل زوج كريم يخرج من الأرض، شيء عجيب، آية ودلالة واضحة على مكون حكيم يعمل الشيء بقصد ونظام. ينبغي أن يلفتنا إلى قدرة الخالق عز وجل. إذن إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني مع كل هذه الآيات لم يؤمنوا إلا القليل منهم، كما قال تعالى في آيات أخرى وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. مع أننا لو تأملنا آية واحدة لكانت كافية لأن نعود ونلتفت ونؤمن بالله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يعني كريم، طبعا كل زوج كريم، قلنا الكريم يعني كثير العطاء كثير الخيرات، كلمة كل زوج كريم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، جاء الحق تبارك وتعالى هنا بصفة العزيز. لماذا؟ لأنه بعد أن قال وما كان أكثرهم مؤمنين، لنعلم أن الذين كفروا لم يكفروا رغما عن الله، إنما كفروا بما أوضع الله فيهم من الاختيار. كلمة العزيز تعني الذي لا يغلب ولا يقهر، شايفين؟ إذن لا يغلب ولا يقهر، وهو عزيز أي مستغن عن عباده، وهو الغالب، والله غالب على أمره، عزيز يغلب ولا يغلب، يطعم ولا يطعم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. ثم يذكر صفة عزيز، فهو العزيز الرحيم، صفة الرحمة، مع عزته رحيم، رحيم بنا، رحيم بخلقنا، رحيم بإرسال موكب النبوات، رحيم بأنه بيّن لنا كل هذه الآيات. وبعد ذلك يأخذنا السياق الآن إلى موكب النبوات، بعد أن قال وإن ربك لهو العزيز الرحيم، حتى يقص علينا بعض القصص القرآني الذي يثبت بأن الله سبحانه وتعالى عزيز ورحيم، عزيز لا يغلب ورحيم بخلقه، أرسل إليهم الرسل لينبههم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. الحق تبارك وتعالى يقص على رسوله صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء، هو أحسن القصص لحكمة، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمعارك كثيرة مع الكفر، فكان يحتاج إلى تثبيت مستمر كلما تعرض لشدة. لذلك نجد القصص القرآني
يختلف عن القصص الإنساني. قصص القرآني نعتقد أنه فيه تكرار وهذا غير صحيح، لكنه له لقطات على مدى عمر الدعوة. قصص القرآني لا يراد به التأريخ لحياة الرسل السابقين، إنما إعطاء العبرة والعظة بمن سبق من الرسل. لذلك كانت القصة تأتي في عدة مواضع، وفي كل موضع لقطة معينة تناسب الحدث الذي نزلت فيه. هنا يقول سبحانه: وإذ نادى ربك موسى. هلا اجينا على سيدنا موسى. اذكر يا محمد إذ نادى ربك موسى، ناداه دعاه. لكن لماذا بدأ بقصة موسى عليه السلام بالذات؟ قال العلماء: لأن كفار مكة كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلمهم اليهود. وموسى جاء إلى قوم أشد كفرا، وهم قوم فرعون، لأنه دعا الألوهية. هذوليك ما دعوا الألوهية، كانوا يعبدوا آلهة. أما فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. طيب، وإذ نادى ربك موسى، هنا لم يذكر الطور، بآيات أخرى بطه لم يذكر الطور، لم يذكر أين ناداه ربه، لا متى ناداه. وبدأ هنا مقاطع من الحوار مع موسى، لكن في مواضع أخرى بسورة طه وغيرها جاء تفصيل هذا كله. هنا: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، أي الذين ظلموا أنفسهم بأن جعلوا لله تعالى شريكا وعبدوا فرعون. والشرك هو قمة الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. لم يبين القرآن من هم هؤلاء الظالمون، لأنهم معروفون مشهورون. معروفون مشهورون. طيب، لماذا هنا انصرف الذهن إليهم، إلى فرعون وقومه؟ لأنه فرعون هو الوحيد الذي تجرأ على ادعاء الألوهية. قوم فرعون. طيب، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. أي قال لهم: يا موسى ألا تتقون ربكم؟ أو يعني سيدنا موسى قال لهم: ألا تتقون ربكم؟ يعني اذهب أنت يا موسى إلى القوم الظالمين. طبعا قال العلماء: لماذا هو ذهب إلى فرعون أم إلى قوم فرعون؟ قال: لا طبعا ذهب إلى فرعون، لكن يا فرعون مين فرعنك؟ المال أين حدا يرده؟ فلذلك بدأ بمن؟ أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. لأنه هنا إني سبب بأنه مشوا وراء فرعون. شايفين؟ فإذن قوم فرعون ألا يتقون؟ ألا يتقون الله في ظلمهم لأنفسهم باتخاذهم مع الله شريكا؟ ظلموا بني إسرائيل في أنهم يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. ولذلك أتكلم عن قوم فرعون أولا، ورغم أنه هو سيذهب إلى رأس الفساد وهو فرعون. طيب، قال ربي إني أخاف أن يكذبون. سيدنا موسى جواب لما دعاه الحق تبارك وتعالى لموسى لأن يذهب إلى قوم فرعون، قال يعني بيّن هواجس نفسه وخرجاته، يعلم مقدما أن هذه المهمة شاقة، لأنه عاش مع فرعون، ما تربى ببيت فرعون، ويعرف بطش فرعون، ويعلم طبيعة فرعون. فقال إني أخاف أن يكذبون، فكيف لمن يدعي الألوهية أن يسمع لرسول؟ طيب، هنا المولى سبحانه وتعالى يتابع على لسان موسى عليه السلام: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. يضيق صدري ساعة يكذبونني يا رب، وضيق صدر ينتج عنه أن أتلجلج وأتعصب فلا أستطيع أن أتكلم الكلام المقنع. فإذا كان معي أخي هارون فهو أفصح مني لسانا في الكلام، فأرسل إلى هارون. في آية أخرى:
وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي أريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون، يعني مساعدا لي يتكلم معي وبدلا عني إن عجز لساني عن الكلام. هذا يدل على حرص سيدنا موسى على تبليغ الدعوة إلى فرعون وقومه. وطبعا موسى وفرعون، موسى وهارون كلاهما رسول، لأن القرآن قال مرة عنهما إنا رسول رب العالمين بصيغة المفرد، وقال مرة أخرى إنا رسولا ربك بصيغة المثنى. الرسول هو المرسل من شخص لآخر، هذا معنى الرسول، أنا أرسلت واحد هذا مرسل، سواء كان واحدا أو اثنين أو جمع. طيب هون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، فهارون مرسل صار مع سيدنا موسى، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. لكن ليت المسألة تقف بين موسى وبين قومه عند مسألة الكلام، لهم ثأر قديم معه لأنه قتل منهم واحدا قبل النبوة، وإن كان عن غير قصد كما قال تعالى في سورة القصص فوكزه موسى فقضى عليه، فأخاف أن يقتلوني به. فيقول الحق سبحانه وتعالى قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. يا سلام، هون جواب كلا لاثنين، فاذهبا كلا تفيد نفي ما قبله، قبل ثلاث مسائل. قال موسى أخاف أن يكذبون كلا، يضيق صدري ولا ينطلق لساني كلا، أخاف أن يقتلون كلا، ثلاثي كلا لثلاثي. إذن النفي هنا يتوجه إلى ما يتعلق بموسى عليه السلام لا بما يتعلق بالقوم من تكذيبه إياه. قال له كلا لن يحدث شيء من هذا كله، ولن ينصب النفي على تكذيبه له لأنه سيكذب، أخاف أن يكذبون، لكن النفي جاء على أنه لن يضيق صدرك ولن يقتلوك وستكون فصيحة اللسان. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. كلا هذه أصبح لها تاريخ مع سيدنا موسى. بعد فترة سيدنا موسى عندما أصبح أمام البحر وراء فرعون وجنوده قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، صار إلى خلاص بزنه، ما قال له الله كلا هون، فقال لهم كلا إن معي ربي سيهدين. إذن قال كلا فاذهبا بآياتنا، الآيات هنا يقصد بها المعجزات الدالة على صدقهما. ما هي؟ هي العصا، ما كان معه عصا موسى بموضع آخر، إن معكم مستمعون، في موضع آخر قال إنني معكم أسمع وأرى بسورة طه، مرة يأتي بالسمع فقط ومرة بالسمع والرؤية. لماذا؟ لأن موقفه مع فرعون في المقام الأول سيكون جدلا ونقاشا، سمع هذا يناسب السمع، بعدين الفعل وإلقاء العصا وكذا يساوي البصر. إنني معكم أسمع وأرى، يعني شوف هذا العطاء العظيم من الرب الكريم. كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالم. وسبق أن قال سبحانه أن ائتي القوم الظالمين قوم فرعون، فذكر قوم فرعون أولا لأنهم سبب فرعنت فرعون، لأنهم سمعوا كلامه وأعانوها. أما هنا فيقول فأتيا فرعون، لأنه المباشرة وإذا تم تروحوا إذا هزمتوا فرعون يهزم القوم الذين أيدوه، فالكلام هنا مع قمة الكفر مع فرعون. فقولا إنا رسول رب العالمين، إنا جمع يقال للمثنى، ومع ذلك جاءت رسول بصيغة الإفراد ولم يقل رسولا،
لأن الرسول واسطة بين المرسل والمرسل إليه، سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا. كلمة إن سيقولها موسى وهارون في نفس واحد، وبيتقدم موسى بيتقدم هاي، لكن أم بيتحدثوا بنفس واحد، أو أنه بيحكي موسى وبيأمن على هارون. القرآن الكريم عرض هذه القضية، قضية موسى وقومه، أنه عندما فرعون علا في الأرض واستكبر حتى دعا موسى عليهم قال ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا كلام موسى عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى ماذا رد؟ قال قد أجيبت دعوتكما، مع أنه اللي دعا موسى قال أنه هارون قال أمين، لأن موسى كان يدعو وهارون يؤمن على دعائه، والمؤمن أحد الداعين وشريك في الدعوة. فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. فالأصل في لقاء موسى بفرعون أن ينقذ بني إسرائيل من العذاب، ثم يبلغهم منهج الله ويأخذ أيديهم إليه. وجاءت دعوة فرعون للإيمان ونقاشه في ادعائه الألوهية تابعة لهذا الأصل. في موضع آخر جاءت فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك. إذن فتغير أساليب تلوين الأساليب في القصص القرآني يشرح لقطات مختلفة من القصة ويوضح بعض جوانبها، وإن بدا هذا تكرار للبعض في المعنى الإجمالي، لكن هذا واضح في قوله تعالى في أول قصة موسى عليه السلام فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وفي آية أخرى يقول تعالى على لسان امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه، وكأن الله تعالى يقول ستأخذونه ليكون قرة عين لكم إنما هو سيكون عدو، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ففرعون في حين كان يقتل الأطفال من بني إسرائيل ويستحيي البنات، جاءه هذا الطفل بهذه الطريقة اللافتة للنظر، فكان عليهم أن يفهموا أن من ألقي في التابوت وفي اليم بافتعال من الله بأمر من الله هو بهدف نجاته من القتل. فلو كان فرعون إلها كما مرت على هالقصة. فأتيها فرعون فقولا إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. نتوقف هنا ونتابع الحوار بين موسى وفرعون، موسى عليه السلام وفرعون في اللقاء القادم، وماذا أجاب فرعون موسى عندما قال له موسى أرسل معنا بني إسرائيل يا فرعون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.